بين خبرة التجربة وفتوة النجاح جرت مباراة فريقي حسنية أكادير والفتح الرياضية، وهي المباراة التي سجلت حضورا متميزا لعشاق غزالة سوس من خلال لوحة فنية عبرت عن الإرادة القوية لمواصلة التألق. أبرز ما ميز لحظات الشوط الأول من مواجهة أكادير الفرص التهديفية العديدة التي خلقها الطرفان معا نتيجة الضغوط الهجومية من الجهتين، باستثناء الدقائق الأخيرة التي شهدت ضغطا متواصلا لفريق الفتح وآخر التهديدات رأسية عبد الفتاح بوخريص لتنتهي الجولة الأولى دون أهداف. حوالي 10 دقائق على انطلاقة الشطر الثاني من المواجهة استطاع فريق الحسنية تسجيل أول أهدافه والموقع اللاعب نوردين القرش. فريق الفتح حاول الرد بقوة من خلال ضربة خطأ شهدت تدخلا ناجحا من قبل الحارس فهد الحمادية. في الدقيقة 69 طالب فريق حسنية أكادير بضربة جزاء، إلا أن الحكم هشام تيازي كان له رأي آخر. وفي الدقيقة 83 ومن خلال عملية هجومية لغزالة سوس أعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح أبناء الدار، ضربة جزاء نفذت بنجاح من قبل اللاعب أحمد الفتحي. ورغم تأخرهم بهدفين أبى لاعب الفتح إلا أن يتركوا بصمة التسجيل من خلال هدف اللاعب هشام العروي خلال اللحظات الأخيرة من المواجهة. النتيجة النهائية هدفان مقابل هدف واحد لصالح حسنية أكادير.